السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنشكر الإذاعة خوتنا بعد هادو اللي طاحنا هاد الفرصة هادي باش نعبروا على الرأي ديالنا. أخويا ما داروا معنا تاويل، ما كاين والو. رمضان اش بنقول لك، رمضان نشوفوا بعدا قبل من رمضان، ملي حبسوا هاد الكوفيد هذا وحبسونا من الحلقة من جامع الفنا، ما توصلنا بوالو، ما قبضنا والو. وفنانة ماشي نقول لك فنانة، خرجنا خارج المغرب وداخل المغرب، متنا المغرب. انا خارج برا نقول لك سبعه النوبات، مشيت اسبانيا، مشيت فرنسا، مشيت هولندا، والوليدات هنايا والزمان اخويا ما داروا معنا والو. دروكا ملي كاينه واحد تغطيه خارجه للفنان، قال لك خصك تكون عندك البطاقه ديال الفنان هنايا في المجلس. قلت لهم كيفاش هما خبرتوناش، ما قلتوا لنا والو. كون قلتوا لنا كون نمشيو نتاحوا، عندنا شواهد، عندنا هذا، نمشيو نشوفوا كيفاش. دابا لا، قال لك لا دابا تحبس هذاك الشيء وتمنع. ما داروا معنا والو، هذا المجلس ما دار معنا والو اخويا. وراه ماشي غير انا، راه عادت الحلايقيه مساكن مشينو تيموتوا بعرق بعرق، اقسم لك بالله. باش نقول لك الا ما الا ما لقى الفطور حتى العشاء ما تيلقاه، ما عندوش منين يدخلوا مساكن. انتم تتشوفوا جامع الفنا منين تيدخل هذاك الرزيق ديالو، راه محبوسه عليه. القهاوي كاع الى بيدور يخدم مع القهاوي مسادين، وديري اليوم هاد الوقيته الثمانية. واش نقول لك الفنان اخويا اللي مهمش اللي بحالنا حنايا، راه مهمش، راه مهلوكين لاقصى درجه. والو مسكين تيتمنى الله، الله هو اللي يرحمه، الله هو الرحيم. ما كاينش شي حاجه اللي يدقوا عليها والو. ونتمنوا من الله من هذا المنبر ديالكم اخويا يوصل الصوت ديالنا. راه بزاف ديال الحلايق يا مساكن واكلين العصا لاقصى درجه، والله شاهد. اللي نقول لك من رمضان، ملي قبدنا هذيك القفيفه من رمضان، ما باقي قبدنا شي حاجه والو، بقينا هكاك مقصين. وكاينين الوليدات، وكاين اللي كثر مني في هذه الحاله، وكاين اش بغيت نقول لك، الله المستعان سبحانه. وتنتمنى اخويا لهاد الاذاعه مسكينه اللي جات بعدها ازرتنا وبدات الصوت ديالنا تسمعوا الناس وحدين اخرين. شكرا لهم، شكرا شكرا. الله يرحم الوالدين.